ديوان فام صوتكم. راهو هذا القانون اللي قاعدين يطبقوا فيه، ثم ناس صنع وناس فر، ثم ناس سكرت لها الاغنيات نتاعها وثم ناس لا. شكونه من السنه وشكونه من الفرض؟ وعلاش هذوكم سنه وهذوكم علاش فرض؟ هذوما الاسئله هذوما تاع شكون يجاوب عليهم؟ يجاوب عليهم المدير تاع الاعتداف، هو اللي يجاوب عليهم، لانه هو اللي قاعد يعطي في الامر كتابيا للشركه هذية باش تسترايكي وباش توقف الاغاني نتاع فلان وفلان وفلان وفلتانه. هو اللي يجاوب، وباش يجاوب هو كيك سوا في الاعلام ولا باش يجاوب باش تبقى مسائلته، لانه يعني مش ساهل الشيء اللي قاعد يصير ماهوش طبيعي. باسم القانون، والقانون زادك نقوله ديما بين ظفرين، القانون اللي هما يعملوا فيه بدون الرجوع لأهل الذكر وأهل الاختصاص كالعادة يعملوا كومينيكي وحدهم، هما يعرفوا مليح أنه الفنانين ما يتحدوش، يعرفوا الحكاية هذه شيخين عليها، هما فرحانين بها، لأنه خاطر كي يتحدوا الفنانين راهو باش ياخذوا حقوق. قبل ما تعطينا حق نعطيوها حق، تعطيني حق الساعة قبل اللي أنا مسبقه، اللي انا نتعب عليه. الناس ماشي في بالها يقول لك اهل الفن، اهل التربى، اهل الزهاء، ودرت شنو، رانا نتعب برشا ورانا قاعدين نتعذب برشا، والعدد قاعد يكبر. راه مش احنا اربعه برك، احنا نمثلوا الحركه هذيا، رانا الاف ما نرقدوش على خاطر امننا بالقضيه وامننا باللي ان حقوقنا قاعده تتهضم مع جراتويتمون. انا ما نجمش نطلب من شخص نقابي ورئيس نقابة ونقابة حرة لا تنضوي تحت حتى منظمة في تونس، الاتحاد عن تونس الشغل، الاتحاد الشغالين، دونك ما نجمش، وانا مش منخرط فيها، دونك ما نجمش نقول له ايجا دافع عليه. كان دافع عليه هو بارك الله فيه، ما دافعش اموره، خاطر قانون النقابي معروف، النقابي النقابة دافع على منظوريها اكاهو. ونقطة نرجع للستار، دونك انا ما هوش من اهتماماتي، والا ما هوش اصلا الهدف نتاعي انه النقابه باش تدافع عليه في الموضوع هذا ولا في اي موضوع. كان جات بارك الله فيها، كما جاتش امورها وبارك الله فيها، زاد في كل حالات وجود ماهر الامامي في الحكايه هذه هو واسطه خير لا اكثر ولا اقل الى حد اليوم. احنا اللي عملنا المبادره، لكن ماهر الامامي وقت اللي هبط الستاتيو، وهذه هبط ستاتيو، وزازا هبطت ستاتيو، وكل الفنانين اللي قاعد وقعت عليهم المظالم هذه بطبيعته باش يدخل، ودخل انا راني باش نعطيكم معلومه، راه حضور الناس كله حاضرين. ماهر الامامي وقت اللي كلمني قلت له ماهر الامامي نحي الكاسكيت تاع النقابه واحكي معايا على اساس احنا فنانين وخيين، ما تحكيش معايا بالنقابه. الشركه هذه اللي موجوده اللي قاعده تطبق في تعليمات اداره الاتداب، هي ديجا نتورك، معناها هي ديجا عندها منظورين، عندها ناس تخدم معاها ديك اليوم. مش نتورك لكنها في الديجيتال نحكي بها، هي قاعدة تخدم في الخدمة هذه. هذوما راهو كل تساؤلات تو القضاء وتو القانون هو اللي باش يجاوب عليها، هو اللي يعرف الغلط من الصحيح. لكن الهرسلة الابتزاز تعرف شنو قاعدين نحسوا فيه تو في النهارين هذوما، ساعة في الببليكاسيونات وفي التليفونات اللي قاعدة تجي وفي الـ وفي الـ وفي طريقة التعامل مع الحدث. وعليكم السلام، فهمت هذا؟ معناها هذايا نحكي لك على المبادرة، لكن ابتزاز الفنانين موجود.